طبعا انا المفروض ثقافتي اسلاميه، بس ما قصروا الاخوان بالثقافه بحيث كرهونا بامه للاسلام مو الاسلام نفسه، بس بالتالي المفروض. منو هم؟ منو كرهنا؟ لحظه، لا تقول شيء وتجاوز. لا مو انت تقلب. منو اللي كرهنا بام الاسلام تقول كرهنا بامه؟ منو جايتي انت المفروض، اسمح لي، مقدم البرامج لازم يتصف بصفات. اولا الريسبوند ماله عالي، ثانيا انه يتحمل لان هو الصد. فانت جاي تفضل. الحوزه اول ما تدخل، بعدين انا اكو ذكرني على فد موضوع الحوزه، اكو شروط قبل دخولك الحوزه. انا عندي مشكله بالشروط. المهم لانه دخول الاسلام اعظم من دخول الحوزه. الله سبحانه وتعالى بدخول الاسلام ما عنده شروط، الحوزه بها شروط. انت تتوقع انت تتخيل ايش دا تسوي بيا دكتور شيخ؟ دا تتخيل ايش دا تسوي بيا؟ يعني دا تذب لي قنبله وتقول لي دير بالك تنصدم. يعني انت لما تقول لي دخول الحوزه اصعب من دخول الاسلام، انت دا تفجر لي قنبله. طبعا شلون؟ اعطيني التفسير راسا. الظاهر هذا الموضوع مال السيبات مال الحوزه ما يريد يجي. كل ما تحكي اعطيني اعطيني العبوات اللي دا تفجرها راسا. وداعتك انا لا جاي افجر عبوات ولا جاي اثير الدجل وليس الجدل. زين المهم يعني قولة المهم واللي اريد اقوله انه انا الهاشتاج مالتي اسمه فهمني صح. فيسالوني دائما ليش اسمه، طبعا اكثر سؤال انساله بالكوكب انه ايش تسمع من تلعب بالقاعة. هذا اكثر سؤال اسمعه بالحياه. المهم بالقاعة بالجن. الثاني نعم. السؤال الثاني انه قال الهاشتاج مالتي فهمنا صح اشير الى المفاهيم الاسلاميه اللي ناس فاهمتها غلط، وهذا مشكله. مشكلتين، مره مشكله الانسان جاهل. جاهل مو لانه ما عرف يدور، لا، لان جاهله على نيته ومن اهل الله. شي يقول له ابو العمامه ما يصدق. وطلعوا له قرار انه ذبها براس عالم واطلع منها سالم، وهذا ما ياكل. هسه انا ما ادري تقول ما اخذ راحتك. والله انا ما اعرف يعني انا قيد بمكان واحد. انا قيد، اسمح لي، انا قيد في مكان واحد. اخذ راحتك. انا اتقيد في مكان واحد. انا مكان واحد اتقيد به لما اقف بين يدي الله. هذا المكان الوحيد اللي اتقيد. تعرف ليش؟ نعم. تعرف ليش؟ ليش؟ لانه ما اعرف المقابيل شنو، ما اعرف شنو اللي يحبه وشنو اللي ما يحبه، بس باللي هو قالهن بالقران. انا ما اعرف هو هسه راضى عليه لو ما راضى عليه. انت تدري من تقعد يم وزير او تقعد يم شخصيه مهمه، قبل شو تسوي؟ تباوع على قدامك تقول له ها شنو الوضع؟ يقول لك اليوم متونس. اطب بزودك. من يقول لك اليوم قالوا بخلقته متاذي، طب متجبجب. تفهم شلون؟ هذا مو قياس مع الله سبحانه وتعالى. نعم. نهائيا لا، بس قياس مع افعالي. نعم. مو انا ادري بافعالي سوداء ومسخمه. فمن اوقف خايف. تعرف ليش اوقف خايف؟ لانه الاحسن مني سالوا الامام الحسن سلام الله عليه سؤالين راح اذكر لك اياهم اثنيناتهم. السؤال الاول قال يا ابن رسول الله شو انت من تقف للصلاه او تريد تذهب الى الصلاه؟ تسوي شغلتي، راح ادمج لك الروايات بس ما مضمون. تتجمل بافضل جمال وتتعطر والى اخره، واشوفك يصفر وجهك بحيث من تقف امام الله لا يحرك منك ساكنا سوى ما يحركه الريح. يعني وقف. نعم. يجاوب يقول اتعرفون سوف اقف بيد من؟ هذا يعرف وين واقف. زين هو على امام معصوم هيجي خايف من يقف بيد الله. العدانه شو اسوي؟